أنا اللي أصبتها. أنا اللي أصبتها يا خلف. أقول أنا اللي أصبتها وأنت اللي تكذب. لله أنا اللي أصبتها. أقول. قل. خلنا واحد من واحد. إي واحد من واحد. إي أمسكها أنت. إي أمسكها أنت. أنا؟ إي أمسكها أنت. الله الله حطها على راسك حطها على راسك. على راسي؟ إي. إذا تعورني أنت يا الأحول. يا خلف أنا أحول أنت ما تعرفني بعد. أنا نشاني ما يخيب إن شاء الله. وش نشانك اقول تعورني يا البهيم حط على راسك يا اخي حط على راسك وين اصبتني ما اصيبك حط على راسك ترى افعسك فعس اي ان شاء الله ان شاء الله هيك اي هيك هاوش قم ايدك اي يا ول قلت لك احول تعال انت تعال والله اقول بلاها اي تعال خذ
وانا اقول يا خلف بلا اياها والله ترى انك صادق. مش ولا انت يجيبك من الخوف هذا. عنود اي شوفي لي بختي بهالفنجان دامج قاعده. يعني لزوم كل ما جيت اتقهوى عندك اشف لك البخت. ويلي عنود حنا نتسلى وش ورانا؟ انت المتفضيات انا وراي دكان يبالها تعب وعرق ما يبالها هرج بقرايه فناجين. خلصنا عاد من كثر الزباين الدكان ما هي طايره. خذي اقري لها الفنجان يا عنود. انا لو كنت اعرف اقرا الفنجان كنت قريته. هاتي هاتي يا خلف متوكد انك تصيبها؟ خن 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 ركز. يركز راح وجهي راح خشمي. يما 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 يا ولي يا ولي جايتك رزقه رزقه. طمّا انت علي أخ خلنا عيدها مرة ثانية. ما صفت ما تعرف ما شدت. شو ذا الصوت ذا؟ وش هذا؟ هتقول هذا صوت سعدة؟ ايه هكيت ان صوت سعدة. ايه وهذه الثانية منها ملك ملك ما ثقل صوتها. تقول هذا ازدهار؟ ايه ازدهار وعنود بعد وعنود. وش فيه؟ تقول ان سعدة زوجها ضربها؟ تعال 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 وش وش هذه سعدة وش بيها؟ يقول الله لا يعطيك العافية يا خلف. ليه؟ هي جت الحجر براس سعدة. أقول أنت اللي طمنت على القاع. وش رأيك ما أنطم على القاع وتجي الحجر براسي أحسن؟ وش في وش في؟ يا أخي ما وش في؟ بلاك أنت حميدان انشب انشب رح 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 ركستنا انشب انقلع روح. نقبع؟ إيه لا حبي دبي حبي دبي قبع قبع قبع. وش تقولي؟ يلا يلا جاية بالحال. وش السالفة يا جواهر؟ أمي عطها أصابتها حسب راتها وعسى ما جرى لها شيء. راح أشوفها الحي. خذيني معاك يلا. من اللي رمى الحصى؟ ها؟ أنت ولا هو؟ هذا اللي قاعد يبرطم هذا الستوبد. إيه نرن الحق عليك انت لو ما تساوي هيك ما جات الحصى براس الحرمه. اي وايش تبي تصيب راسي احسن؟ اسكت انت وياه اسكت انت وياه. اقول بحد شافكم وانتم ترمون الحصى على بعضكم؟ لا لا تطمن ما هقيت احد شافنا. وانا بعد ما هقيت. وانا بعد اجل نام مع الموضوع. نام مع الموضوع؟ اي وش يقصد بنام مع الموضوع؟ حط الموضوع وننام فوقه. ايش تقول؟ اف عليك ابو خيتان اف عليك انت وهو. انام على الموضوع والحرمه متصاوبه؟ لا 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 ما انام. انا ضميري ياخذني يلمني يجعني. مال البين مال البين ياخذك وياخذ ضميرك بعد. تسلم صح لسانك. صحيت سبت سبوت لحد نبوت تنين ما بين ثلاثة بشهر واربع نهار وخمس نهار. انت شفتي الحجر وقت وقع على راسي؟ لا بالله. طيب شفتي راسك وقت يعني قصدي شفتي مين اللي ضربك بالحجر؟ لا بالله. انت في إلك شي أعداء؟ لا بالله. شكي بحدا معين؟ لا بالله. طيب بتحبي تضيفي شيء؟ لا بالله. عم تكتب يا ابني؟ ايه لا بالله والله الرمل بيتحمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يعني سمعان. ايه سمعان وش اخبار حرمتك؟ ان شاء الله انها بخير. الحمد لله صارت احسن. ايه الحمد لله الحمد لله. يا ابني حان صبك اول عمي سمعان. تابر تابر يا شاعر العربان. تسلم تسلم يا ابني حان تسلم. انشب انشب انت ويا انشب. سمعان ما عرفته مين اللي ضرب حرمتك بالحصى؟ لا بالله ما عرفنا حتى تحقيقات ابو شهاب كلها على الفاضي. يجوز انه شي ولد
من اللي يلعبون بين المضارب. أو يجوز تكون حرمة بخيثان، هذه الخوثة. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يثبت علينا العقل والدي. يذكر ديتك المذلم أن يغلينا يثمرقك. ها يعني حضرة جنابي، وقت عنود بتفنجل باللحم، وقت بتفنجل وقت بتنجم بالفنجان، الكلام اللي بتقوله صحيح ولا مو صحيح؟ يعني في منه شيء بيتطبق على أرض الواقع ولا لا؟ يا سيادة. لحظة، عم تسجل يا ابني؟ عم تسجل يا حيوان؟ عم سجل سيدي. يا سيادة الضابط، أنت المفروض تسألني من اللي رمى الحجر على رأس العمة سعدة، مو تسألني عنود تصدق ولا ما تصدق بالفنجان. شي حلو، شو رأيك تعدي محلي وأنت تسألي؟ بس عليك سؤال بتجاوبي على قد السؤال. والله الرملة بينحم. أنا ما قلت لك بقعد مكانك، إذا تبي تسأل عنود أسأل عنود، لا تسألني أنا. طيب رح أسألك سؤال هلأ بنم عن زكا، يعني مباغت ومفاجئ. إذا كنت قاعدة بباب الخيمة ومرقوا من قدامك ثلاث جملين، ماشي؟ بأنو إيد؟ ها؟ ما؟ كيف يعني بأنو إيد؟ عم تسجل يا حيوان؟ من بعد إذنك، نحن عم نحقق بموضوع الحادثة تبع الحجر اللي وقع على رأس سعدة. وانا وش لي بهذه السالفة؟ انت جاي تحقق وياي؟ لا عدم المؤاخذة، ليش أنا بسترجي، بس قلت لحالي بركي باخد منك كلمتين يمكن يفيدونا بالتحقيق. تفضل تفضل وقلب العجل، مستعجلة. أنسي واضحة، أنت برأيك الحجر يلي ارتمى على رأس سعدة كان بيفعل فاعل شيء؟ لا بل، وانت شايفني بسارة لو براجع علشان أعرف. عم تسجل يا ابني ولك عم تسجل يا حيوان؟ عم سجل سيدي. أيوة ماشي الحال، احنا هيك بالشكل هذا ونكون خلصنا من كل الأسئلة. يعطيك العافية، فيك تنصرفي فيك تنصرفي. لك يا سيد شو عم تعمله؟ سيدي عم تكمل التحقيق. عم تكمل التحقيق وطلع معك شي؟ لا بالله لا بالله لا بالله، ما اسبقني على المغفرك حيوان، اسبقني لاحق. جميل هل تسمعوني؟ ولك حيوان هل تسمعوني؟ الحقني. عم اسمعك سيدي. حاضر. يوبا يوبا تفضلي يا بنيتي تفضلي. يوبا أريد أبشر عمي سمعان. خير يا وضحة، وش البشارة؟ الحصى اللي جت براس خالتي سعدة ردت لها ذاكرتها. وش تقولين؟ إيه بالله، مثل ما أقول لك، ردت لها ذاكرتها مثل الأول وزود بعد. الله يبشرك بالخير يا وضحة، الله يبشرك بالخير. مبارك يا عمي مبارك. يا سبحان عمي. الله، هذه حكمة رب العالمين. الحمد لله مبارك الحمد مبارك لله مبارك. الحمد لله الحمد لله. ارخص لي يا ابو هذه ودها ذبيحة. باشر غداكم جميعا عندي. ما تقصر ما تقصر. بالمناسبة بدي اقول له مبارك يا عمي مبارك. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. يا سعدة، لما وضحة جت وبشرتني إنه ذاكرتش رجعت مثل الأول كاد الدمع يفر من عيني. طول عمرك أصيل يا سمعان. أنت اللي أصيلة وبنت أصول. تذكر يا سمعان، تذكر يوم جيت خطبتني من أبوي؟ أذكر أذكر يومها جينا سبع رجال جاها من وجوه العشيرة. لا كنتم تسعة. تسعة ولا سبعة؟ تسعة، وعمك عامر الله يرحمه كان العاشر، لكنه ما قدر يجي معكم لأنه كان مريض ومحموم. أفا ما أذكر. بس أنا أذكر، وأذكر بعد أخوك متعب، كان لابس ساعة جديدة اللي تضوي بالليل، وكان يرفع يده لجل الرجال يشوفوها. أفا يجوز. سمعان انت ليه ما جبت لي العباية المطرزة اللي وعدتني بيها؟ أفا أي عبا؟ انت نسيت وعدك؟ أنا وعدتش؟ إيه، من 20 سنة وشهرين وخمسة أيام وعدتني تجيب لي عباية يوم اللي كنت أخبز وانحرق طرف ثوبي. أفا وش اللي صار بعدها؟
يوم اللي شفتني زعلانة ومقهورة وعدتني تشتري لي عباية مطرزة بدل اللي احترقت. أفا وبعدين؟ ومن يوم هلا اليوم لا شفت عباية جديدة ولا عباية قديمة. مدري وش السبب. انت متوقدة اني انا وعدتش بعباء؟ ايه متوقدة. وبالعلامة كان يوم خميس وكانت المطر تنفنف برا، تذكرت؟ افا 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 معقول تذكرينك لهذا الشيء؟ لا تغير السالفة، ودك تشتري لي العباية ولا لا؟ اجيب ليش العبها، نامي الحين نامي نامي نامي. سمعان؟ اه بسالفة تانية مزعلتني منك، لكن احكيها باكر. تصبح على خير. يا رب يا رب تكون مرضعة خلف ما هم هاوش. ايه ما اظنها تتذكر. لا يا جواهر، امك الحين ذاكرتها اقوى من ذاكرتي وذاكرتك. امك الحين تتذكر اشياء صارت من 20 سنة. وليه ما تسألتيها؟ ما اريد اضغط عليها، خلها تتذكر براحتها. بس انتي وش تظنين، خلف ولا مهاوش؟ مدري، هذا اخر همي. تخلش مع هذا الشاعر ابن زيتون. إياه تجيب سيرة حسان على لسانك، فهمتي؟ نامي نامي، نوم الظالم عبادة. أنا ظالمة؟ تصبحي على خير. صدقتي، نوم الظالم عبادة. مصيبة 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 يا خلف، سعدة ردت لها الذاكرة. وين المصيبة بيها هذه؟ وين المصيبة بيها هذه؟ كلها بسبايبك، لو ما رميت الحصى ما كان صار اللي صار. سوستحسك لتفضحنا. وليه خايف؟ وليه خايف؟ سمعان لو دري انه انت اللي رميت الحصى يستكثر خيرك. اي صدق، وانت ليه زعلان؟ اي اخاف تتذكر من ارضعت انا ولا انت. وان طلعت انا هان المصيبه يا خلف، ساعتها ملك تلبسني وما تتركني الين اخطبها. عسى ان يطلع اخوها يا مهاوش وانت تلبسك وتزوجها. اها تبي تخلص مني لجل تخطب وضحه؟ بالعكس بالعكس، انا اريد مصلحتك، ملك زوينه وتليق لك نفس اللي. لكن يا خلف صدق صدق أنا ما أحبها. لكن هي تحبك وتريدك، أقول لك بروح معك وبخطبها لك. خلف خلف اطلع من السالفة هذه. ها أقول لك دحش قدامك، فتح علينا الكد يصير الدم للركب. تريد تلبسني بالجوازة مثل ما لبست الخيتان للخوثة. يا رب يا رب يا رب اطلع أخوها لملك واخلص من جمها. يا رب ما تطلع. يا رب اطلع. يا رب يا رب ما تطلع. يا رب اطلع. قم 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 سوي عشا قم. أي زين أيو شش 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 حط أي شيء. يا رب يا رب اطلع أخوها لملك. ريح نجب. يا رب يا رب تزوج ملك. بخيتان. ها يا بعد كبدي. أريد أقول لك كلمتين. كلمتين من الرموش للعين. قولي. بناس بالقبيلة يقولون أني أنا ضربت الحجر على رأس سعدة. ول 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 منو هذا اللي يقول هذا الكلام؟ كثار يا بخيتان كثار. أقول يا قمر، هذا الكلام يفيد ما يضر. كيف يفيد؟ يفيد لجل الظلين بعيون الربع مجنونة. يعني أنت ما تزعل من هذا الكلام؟ أزعل؟ وليه أزعل؟ ما زعلني، أفرح، بالعكس أفرح أفرح. يلا رايح أسرح. سلام عليكم. الله وياك يا بعد عمري. يا كريم ولين نروح منها؟ أنتك بيد الله يا محمل يا دياي، يا ريت ما شفتك. صبحكم الله بالخير. يا هلا يا صباحك يا عم سعدة. أهلين وسهلين. أريد كيس شمع. مو على رأسي مو على نافوخي. هلا بسعدة. هلا هلا شخبارك؟ ايه عمتي سعدة بدك ياه هذا شندي ولا سجل على الدفتر؟ قبل لا تقل لي شندي ومندي، هذا الكيس كم شمعة بيه؟ شو كم شمعة؟ شو مولدي هو تزيني 12 شمعة. انت متوكد؟ وش هالسؤال يا سعدة؟ متى كان نوفل يغش بالعدد؟ أنا ما قلت إنه يغش، يمكن التاجر اللي يتعامل معه هو اللي غش. لحظة عمتي سعدة لحظة، أنا فوق النبضاة اللي عند مني كلها شي ناهي فوقاني مضمونة، وقت بقلك 12 شمعة بتكون على ضمانتي. أنت قلتها، وش رأيك إني جيت واشتريت من عندك كيس شمع وكان ناقص شمعتين؟ أي يلا طيب، أي يلا طيب، يلا طيب، وليش ما حكيتي قبل هالمرة؟ يومها كنت أنسى
ومتى صار هالشي يا سعدة؟ من 7 سنين وست أشهر ويومين. شو؟ وذكرك بعد بالعلام، انت كنت قاعد هان تاكل مسقعة وكانت ريحتك فايحة بصل، ووقتها عنود زعلت منك لأنك فشيت القميص بالزيت. ايه انا كنت جاية اخذ دواء غسيل وكيس شمع، قلت لي دواء الغسيل خالص وانطيتني كيس الشمع ناقص شمعتين. انطيها انطيها يا نوفل الشمعتين، خلنا نخلص من هالمشكلة. ليه يعطيني شمعتين؟ صدقة الحين صار الحق، صدقة. وليه تصيحين بوجهي؟ اقصر الشر يا عنود اغسل لك بلسانك يا سعدة، اخير ما قصلتش يا ها. انت تقصين الخالي. شو صار؟ على مالك على مالك حرمة يا عم سعدة، على مالك على مالك ما صار شيء يا عم سعدة، على مالك. اسكتوا خلصنا لحقوا خلصنا يا عم شمعتين شمعتين يا عم توت امشي على هونك على مهلك مهلك. لحال من يتهوشون؟ الحق الحق يا عبي سبعان، حربتك تتهاوش مع حربة نوفل. وش تقول؟ ارخص لي يا ابو وضحى ارخص لي. تفضل تفضل. لا حول ولا قوة الا بالله، البله كله من الحريق. انت كيف تسمح لحرمتك تضرب حرمتي يا قليل الاصل؟ حرمتي اللي ضربت حرمتك؟ هي حرمتك اللي تهجمت على برتي، فدير بالك على حالك مشان اسنانك. قلع اسنانك يا قليل الحياه. لا تحاكيني اخرج. طولوا بالكم يا طولوا بالكم يا جماعه، والله الرمل بينحم ما بتنحل الامور. بدنا نعرف شو صار بالضبط مشان نعرف نكتب الضبط. اكتبوا لاكر سجل لي شو عم يصير بهي الواقعه. يلا يلا كل واحد على شغله، ما اريد اشوف احد هان. يلا يلا يا سمعان نوفل الحقنا على المجلس. يلا يا سمعان ما يحلها غير عمي طروق. نعم شو هال شو هالقوبة الشطي مطي هاي؟ لك ما عملوا لنا اي اعتبار انه نحن واقفين. يلا بتيلا لا تزعل، انت ربعي خوي الحبيب، وان شاء الله بعد الملازمة تصير النقيب شديدا قويا فظيعا رهيب شاطر ذكي نجيب. وايش رايك يا سيادة الضابط حسان؟ أنا من أول ما أجيت على المخفر عم يراودني فكرة أنه طخك فشكة بنص راسك روح لك مخك كله. كسر الله خيرك يا أخي. يلا نلعبنا يا سيدي. كتبت شو صار بالواقع؟ والله يا سيدي الحاني ولا كرني خرب بيتك شو حيبا. كلام الناس لا بيقدم. تبيني اتزوج ملك يا خلا؟ ايو وش لها ملك باللي صار؟ إيه لا ما لها شيء، اللي حصل من وراء راس سعده امها لملك، ويقول المثل طب الجره. والله نسيت. اي انجب انجب الحين تمثل الحين انجب. لو جوها الخير حنا ولاد ديرتن وحده نعيش على خيرها وماها، ولزوم نظل ايد وحده ونبعد عن الخلافات الصغيره اللي هي ما هي من شيمنا ولا من عاداتنا. صح لسانك يا ابو وضحى، هذا هو الكلام المفيد. لكن اللي انا اشوفه انه عمي سمعان هو اللي معاه الحق. من متى كنا نتهاوش بسبب الحريم؟ الحريم كل يوم يتهاوش ونحن لازم ما ننجر ورا هالسوالف. كلامك جواهر يا ابو وضحه. اي بالله جواهر، لكن يعني لنا شوفه انه عمي سمعان هو اللي معاه الحق. ما سمعنا رايك يا سمعان. كلامك يا ابو وضحه على الراس والعين، بس انا حرمتي سعده تبهدلت بالدكان، ونوفل كان واقف ومرض حرمته عن حرمتي. نوفل ما يدس انفه بين الحريم. قم يا نوفل قم قم، حب على راس عمك سمعان قم. يلا يا نوفل ما يصير تكسر كلام عم طرود. قم بتأمر عمي ابو وضحى بتأمر. هات راسك عمي سمعان لبوسه هاتها.
حقك علي. بسيطة بسيطة يا نوفل، وإذا كانت حرمتي غلطت أنا أعتذر عنها. بارك الله بيكم بارك الله بيكم، هذه رجالة عشت الطواريد اللي شدت ظهر فيهم. لحال طبق الهوى. مبارك يا جواهر، تصالحوا ورجعوا سمن وعسل، كل هذا فضل ابوك. اي والله. اقول امك ما تذكرت من هو ارضعت خلف لهم هاوش؟ لا لا ما تذكرت، وملك ودها تجن. هي شبيرت القاع قاعده تلحق مهاوش مسطوله بيه وخايفه لا يقوم يطلع اخوها. الحمد لله ان حسان ما هو اخوي برضاع. والله يا خوفي لامك تتذكر اني حسان رضعته وانتو صغار ويروح مستقبلك كله. تراني اموت بالحاله والمسمع هذا الخبر. اقول يا جواهر. ايه. ودي اروح عند امك، ابي اسالها شيء مهم. وش هو؟ قومي معايا الحين تعرفي. لك يا اختي شلشتيني حاجه فايته، طالع للمره الاخيره عم بسالك، بتعرفي مين يلي زت الحجر؟ اي 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 اعرف اعرف. هاتي لشوف. ها الحجر. الحجر نزل. نزل من السماء. من السماء. معلوم انه نزل من السماء، بس ما بتعرفي مين يلي زته؟ ولا وش دراني باللي زته. اللي زته القدر يا اخوي، القدر يعمل البصر، ومثل ما يقول المثل حجر باليد لازم تشوف العين. حجر باليد لازم تشوف. لك يا اختي، لك يا اختي كلمه واحده بس، تعرفي مين يلي زدته للحجر؟ كلمه ورد غطاء خلصيني. انا قلت لك مين؟ قلت لك. ايه خلاص. ايه ماشي مثل ما بدك مثل ما بدك. الله يثبت علينا العقل والدين. لك مو الحق عليك، الحق علي انا، ولك انا الحمار اللي سالتك وين رايح من والله شلشت من هو من هيك. ارجاك يمه حاولي تتذكري. ما اذكر. معقول يمه تتذكرين كل شيء وما تتذكرين هذه السالفه؟ طولي بالك علي يا ملك، هذه الشغلات تيجي لحالها، ما اقدر اذكرها. قوتش يا خالة سعدة. الله يقويك. هلا قوتش يا يمه. هلا يمه. هلا جواهر. أقول يا خالة سعدة، يا أمي كيف ماتت؟ إيه من 20 سنة وأربعة أشهر وأسبوعين، لا 13 يوم. أمك وأبوك راحوا زيارة العرب البندر، وأمك تعبت كثير وصابها الريح الأصفر. إيه وعقب يا خالة؟ احجروا عليها، خلوها ببيت شعر لحالها وما خلوا أحد يقرب عليها. حتى أبوي؟ إيه حتى أبوك، ورجع بعد 4 أيام للديرة الوحدة. الوحدة من غيرها؟ إيه من غيرها. لكن ثاني يوم من رجعته إجانا فارس يركب حصان أبيض ذيله طويل وعينه مقلوعة. الحصان يمه؟ لا الفارس اللي كان يركب الحصان. وهذا الفارس خالة سعدة وش يبي؟ وش اللي قاله؟ وده يخبرنا أن أمك ماتت. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أمي ماتت وحيدة وغريبة وبعيدة عن أهل الديرة؟ طولي بالك. ما كان هيك العشم بيك يا سعدة، بس الحق عليك انت. وانا بعد رايي من راي امي. اسمعي يا خالة ازدهار، الحق ما هو على امي، الحق كله على عنود. ايه يكفي ملك، خلي خالتك ازدهار تتكلم. يوه خلاص، نفسي يوم من الايام نتكلم من غير ما نتهاوش. اسكتني يا بنات، ما انا ناقصتكم. اسمعي يا سعدة، اللي حصل اليوم فضيحة، فضيحة ما صارت من قبل. لا صارت. متى صارت؟ متى صارت؟ من 14 سنة و5 أشهر. نسيتي يا ازدهار؟ نسيتي يوم تهاوشت مرت جابر مع مرت عبد الرحمن وشدن شعور بعضهن
قدام القبيلة كلها لجلوبرا وخيط. اسم الله عليك يا ما شاء الله عليك ما شاء الله. ول 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 يا سعدة. أقول لك شيء وما تزعل؟ قولي يا بعد عمري أسمعك. أريد باشر تضربني بالحجر على راسي. وش تقولين؟ انهبلتي يا قمر؟ ريتها تنكسر يدي قبل ما مدها عليك. بخيتان افهم علي. أريد يصير معي مثل اللي صار مع سعدة. سعدة صار معاها؟ ما فهمت. حين تضربني على راسي يرجع لي عقلي مثل سعدة، وساعتها كل أهل العشيرة يصدقون السالفة. أي الحين فهمت، تريدين تصيرين عاقلة بنظر الربع. تعبت يا بخيتة، تعبت من التمثيل ونظرات الناس. أريد أرجع طبيعية، أريد أرجع أسولف مع النسوان، أريد أروح الغدير وأملى الماء، أريد أمشي وراسي مرفوع لفوق مثلي مثل كل البنات. إي معاك حق يا قمر، لكن أنا ما أريد أخسرك. وأنا ما أريد أخسرك. أقول يا قمر، أقول لو درى أبوك وعرف السالفة إنك عاقلة ياخذك مني. أدري، بس وش الحل؟ معقول أظل بين الناس مجنونة؟ اسمعي يا قمر، خوثة ومهبولة ومجنونة وعايشة معي تحت سقف واحد، أحسن ما تروحي وتعيشين الحالش بعيدة عني. كلامك هذا يا بخيتان مثل البلسم للجرح. نامي يا بعد عمري نامي، لا تشغلي بالك بالسالفة، خلي الأيام تحلها. نامي يا بعد قلبي نامي. من 20 سنة وأربعة أشهر وأسبوعين، لا 13 يوم، أمك وأبوك راحوا زيارة العرب البندر، وأمك تعبت كثير وصابها الريح الأصفر. احجروا عليها، خلوها ببيت شعر لحالها وما خلوا أحد يقرب عليها. حتى أبوي؟ إيه حتى أبوك، ورجع بعد 4 أيام للديرة الوحدة. الوحدة من غيرها؟ إيه من غيرها. يعني أمي ماتت وحيدة وغريبة وبعيدة عن أهل الديرة؟ فتحة، علامك يا بنيتي. ما بشي، صدعة شوي. واضحة، أنا أبوك وأعرفك زين، علامة. يبا، أمي كيف ماتت؟ وش اللي ذكرش بالسالفة الحين؟ يبا رجاك بيعرف أمي كيف ماتت. أمك كانت مريضة وانت تعرفين هالسالفة؟ صدجنك تركتها مريضة بمضارب البندر؟ من هو اللي قال لك هذا الكلام؟ ما هو مهم من اللي قال، المهم اني ابي اعرف هذا الهرج صدج لولا. امك كانت مريضة بالداء الاصفر واللي يصيبها هذا الداء. يعني تركتها وهي مريضة؟ يبا انا سموحة. يبا واضح يا بنيتي. وش تقولي؟ حتى هذا العقد اللي انت لابستيه اللي جبلت يا رباح يوم زواجك ما هو جديد، هذا كان لمرته اللي ماتت. وانتي وش عرفت؟ يوم اللي شفتك لابستيه تذكرت السالفة. وش دراني انك تقولين الصحيح؟ ليش اكذب عليك؟ اشلحي العقد وعدي تلاقين حباته 13. ول 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 ول، ايه صحيح 13 حبة. وبي حبة منهم مكسورة من طرفها، شوفيها. ايه صحيح، رباح قال لي إنه هذه الحبة المكسورة موضة جديدة. موضة يا هبيلة، هذا كذوب.
مرته قرطتها بسنانها يوم تهاوشت معه لما حرقت الخبز من 20 سنة وشهرين وثلاث أيام. أنا بوريك يا ربع. وين رايحة يا بنت الحلال؟ أبي أسولف لك سالفة الحلق. أمي تقول إنك قلت شعر بنوف قبل ما تتزوج. هذا الكلام قديم يعني صحيح السالفة؟ أمي شويش اللي ذكرها هاي السالفة صار لها أكثر من 7 سنين. كلمتين واحدة قلت ولا ما قلت؟ يعني قلت بس. لا تبس بس يا حيف عليك يا حسان يا حيف يا شاعر الغزل والمياعة. كبري عقلش الزهار، بعد هالعمر جاي تسأليني عن العقد؟ واسألك عليه وانت على فراش الموت بعد تضحك علي يا رباح بعد كل هذا العمر؟ يا حيف عليك يا حيف. يلي قالك هذا الكلام يكذب. ايه يكذب. سعدة ما تكذب. سعدة وش مشكلتها مع هذا العقد ها؟ لو ايش تحشر خشمها بين البصلة وقشرتها؟ رباح كلمة وبرضغطها، هذا العقد كان لحرمتك اللي ماتت ولا لا؟ ايه يا ازدهار العقد كان لحرمتي بس ما في لزوم للبسبسة، انا من الحين مالي قاعدة بهذا البيت. كبري عقلش الزهار. أنا عقلي كبير وعقلي الكبير يمنعني أعيش مع واحد مخادع وكاذب مثلك. أنا رايحة ألم هدومي وأروح لبيتي. إياك تفكر تلحقني. الزهار استني يا الزهار. تذكر وقت اللي أعطيتك إجرة الطلب لحتى أجيب لي بضائع لهون على المحل؟ زين متى هذا الكلام؟ من 5 سنين بالصيف. طلب ومن 5 سنين ودك ياني أتذكر؟ لا بالله ما أتذكر. أكيد بدك تعمل حالك نسيان. لك يلا طيب يلا طيب يلا طيب. معقولة كون أنا أعطيك إجرة طلب سكارسة روح رجعة وإنت عم تنقل عفش بيت صالح؟ أنا إنت لا تنكر ولا تبرزل عيونك هيك. سعدة شافتك بعينها وإنت عم تنزل العفش عن بيت صالح. سعدة هذه واحدة مهبولة ما تدري واش تقول. لا والله إنت اللي مهبول. سعدة شافتك بعينها وبالعلامة كان معك 5 فرشات و4 حرامات وكومودينا بالنية موردة وطعم كاسات في كاسة منهم مكسورة، صح ولا مو صح؟ لا بالله ما اتذكر. مالك متذكر يا قليل الوجدان؟ لك معقولة بتاخد مني اجرة الطلب وبتنقل عفش لصالح؟ لك هي مو اسمها سرقة؟ لا تراك زودتها كثير ها؟ اسكت احسن ما اغلط بيك. انت ما تغلط فيني يا قليل الحياة يا قليل الوجدان يا عديم الضمير. لك وين بدك تروح؟ سيدي سعد علقت ناس كلها. يخرب بيتك من حالك خلاص انا اللي بحكي العمى. تفضل سيدي. هاي سعدة فوتت الناس ببعضها وصار جاي عليها كذا شكوى وأنا برأيي إنه نحن لازم نوقفها عند حدها. هيك ما بيمشي الحال سيدي ها؟ ايه تفتح لي تحقيق بكل الجرائم اللي ارتكبتها سعدة أو الجرائم اللي ارتكبت بسببها واترك الباقي علي. المهم أنتوا هلأ تفتحوا لي عيونكم منيح منيح ها؟ ما بدي الطير الطاير يا هيك. حاضر سيدي. الله حاضر. شريف شريف نعم والله الرمل بينهم يعني لازم العدل بقى ياخد مجراه لازم. واضحك استهدي بالله يا بنيتي استهدي بالله. انا قلت لك انا ماشيه يعني ماشيه. تمشي وتتركيني وحدي مثل ما تركت امي لوحدها وهي مريضه. امي كانت مريضه بالريح الاصفر وهذا المرض ما حد يشفى منه. أنا سافرت يومين وحين عاودت كان الله سبحانه وتعالى خدماته. مالك حجة يا ابني؟ وصار بهالديرة وصار بهالديرة وصار بهالديرة. معوش غيب هذه سعدة خربت الديرة كلها. إيه في سوات الحين؟ ما في حل غير تفقد ذاكرتها. إيه تدري؟ يقول ما حد يخليها تفقد الذاكرة غير اللي ردها. وش تقصد؟ ودي مين؟ ودي مين؟ إنجليزي إنجليزي. قال اشتغل اشتغل الحين تشوف شو بسوي. يا ولد تقتلها. ما قتلها ما قتلها تقتلها بس تقتلها. يا ولدي ذكرت الحين من هو اللي أرضعته من بين ذولا الاثنين خلف ومهاوش؟ من؟ خلف؟ خلف؟ تقتلها.
الحجر الأولاني بلا ما بدناه خلص هذا بلا. الحجر الثاني اللي أكلتيه بمخك يعني بتعرفي مين ضربك؟ أي حجر يا حضرة الضابط؟ ربنا بيلحم سيدي. رح سجلها ضد مجهول مشان العدالة تأخذ مجراها. خذ أنا رمّل. Oh!